السلام عليكم أخوتي المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. الله يجزيكم بخير. هذه ثالث مرة ندير الفيديو وتنطلب من أخوتي المحسنين يساعدوني على واحد البنية راه الحالة لا إله إلا الله، ورا مرميت راسي وما طلبت منكم المساعدة، أن راه ربي اللي عالي وعالم بالحالة. والدرية هي كما تشوفوا عندها 11 عام وما تتقرا ما تا حاجة، حط الدرعة عندها إعاقة ذهنية، عند المخ مكمش، درت لها الشبكة، درت سكانير، لحقت الليريم، قال لي خصكم ديري لها ليريم 100,000. أنا ما عنديش مصيبة تم نوكل وليداتي باش نخرج نخدم، خفت شي حد يدوز يتكرفص ليا عليها، وأنا دابا كنت نبغي نخرج نخدم ما تليش كي ندير، كتفاتني تنخاف نخلى ورايا والمجتمع ما تيرحمش والوقت خسرات. ودروك الله يجازيكم بخير اخوتي، ديروها بنتكم، ديروها بنتكم، ما ديروهاش اختكم، ديروها بنتكم، وشوفوا بحال بنتكم اللي تتعاني من هذه الازمه هذه. الله يرحم لكم الوالدين، الاباء وما تشوفوا فيه، راه داير كسيده 4 سنين هذيك ما تيخدمش، قال لي الطبيب ما تبقيش خدمي، الا خدمتي راه غادي تقدري تشلي الولاد، تشلي ليا البومه، غنصيب ثاني على من حض راس تاع دابا، راه عطيه يطلب، تيمشي للجوامع تيطلب، تيجيب داك الشيء اللي قسم الله. حاليا والله الا قسماني بالله الا 3 شهور هادي ما مقضيه، ما جايباش لبناتي حتى ما ياكلوا، الدريه هي تتشوفوا فيها مريضه اعاقه ذهنيه. دابا تنطلب من خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، الله يجازيكم بخير، الا شفتوا هذا الفيديو بارطاجيو لخوتي يساعدوني، راه بغيت ندير لبنتي ليريم. انتما كيف ما تتشوفوا راه طالبوا ليها، وانا راه ما تنكذبش، هاد المره قسما بالله العلي العظيم الا انتي، راه شي 6 شهور هادي وانا تنطلب من خوتي باش ندير لها ليريم، باش نديروا لها نغلب الله، تتسني الضو والماء، ودر وما صرت باش نقري بنياتي، ما صرت باش نقري اختها، اختها اللي صحيحه راه مريضه عانية تتعاني من الخوف تتخاف، وباش تاهي تنتبع لها مع واحد الطبيبه وعندها واحد الورقه راه تديها على حساب البارح، ما تليش ديتها ما صرتش باش نديها. والله يجازيكم بخير، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يسهل عليكم ويخلي لكم وليداتكم، الا ما تساعدوا معايا عاونوني، بغيت ندير بنتي على ريم ونصحح ليها على الحاله ديالها ونشوفها اش عندها، راه ما تنعس ما تنعس ما تنشوفش النعس من جيت بنتي، تنمشي تدرع ليا تردوها ليا الجيران، عالجيران اللي تردوها ليا. وانا ناقص لي الشوف، وتنطلب منكم اخوتي الله يجازيكم بخير لما تعاونوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل عليكم، الله يخلي لكم العزيز عليكم، الله يرحم لكم الوالدين، تنزل كريتي من عند مول الحانوت، ما طلت صبر وكلام ولا تيغوت عليا تيقول لي جيب لي الدين، تنقول لها راه بغيت ندير لبنتي لي ريم، بسط باش نديروا لها، الله يرحم لكم الوالدين. والله الا الدجاج الا ضرني في العينين باش نمشي نخرج بعد الحمل ولا دايره الضيضره، تنخرج نشوفها وتنقلب عليها ونجيبها، وهزا الحمل كثير بزاف، راه تدخلت على راسي بزاف، تنبقى ساكته ساكته ساكته، تقولوا لي يا الجيران مالك، تقول لها خليو لي راه تنتلف، تقول لي يا صبري يا صبري راه دابا ربي يفرج. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين اخوتي. عافاك لما تعاونوا مع الله يجازيكم بخير، الله يستر عليكم، الله يخلي لكم وليداتكم، الله يرحم الوالدين، تعاونوا معنا في سبيل الله، الله يسر عليكم. انا تنمشي نطلب حتى واحد ما بقى يعطيني حتى حاجه، اللي بغى يعطيني تيعطيني درهم ولا 2 درهم، الله يرحم لكم على الوالدين. هوت انا عندي عيني مرضى وما لقيت باش نداويهم، وما الله يسهل عليكم.